فيه. شهد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية صباح اليوم بميدان قلعة الشرطة طابور العرض الذي أقيم بمناسبة يوم شرطة البحرين والذي وافق 14 ديسمبر من كل عام. لدى وصول الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية إلى ميدان قلعة الشرطة تم عزف سلام الفريق. بعدها تفقد معالي الوزير طابور العرض. طابور الانعام جاهز التفتيش سيدي. ثم قامت الفصائل المشاركة بالمرور أمام المنصة وأداء التحية. We'll be right back.
وقد ألقى معالي وزير الداخلية كلمة بهذه المناسبة. يشرفني ببالغ الفخر والاعتزاز أن أرفع باسمي ونيابة عنكم أسمى آيات التهاني وأخلص التبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وذلك بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783، والذكرى 19 لتسلم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد. وفي ظل هذه المناسبات الوطنية يأتي الاحتفال بيوم شرطة البحرين كعلامة مضيئة في إنجازات الوطن، ومما لا شك فيه أن هناك أمناً تحقق على أرض الواقع، وأن جهود الرجال وتضحياتهم قد أثمرت أماناً وطمأنينة وتعززت الثقة في دولة القانون والمؤسسات. وتبقى مهمتنا اليوم هي المحافظة على ما تم تحقيقه من أمن واستقرار. إن شرطة البحرين وهي على أعتاب الدخول إلى مئوية من الإخلاص والتضحية والفداء ماضية في بذل المزيد من العطاء والتفاني في أداء الواجب ضمن مسيرة متواصلة من الإنجاز والتاريخ العريق، ظلت فيه ملتزمة بإنفاذ القانون منهجاً فاعلاً لترسيخ قواعد الأمن والاستقرار. ولذلك استطاعت شرطة البحرين أن تثبت قدرة متميزة في التعامل الإيجابي مع التحديات والمتغيرات المتسارعة، وهي اليوم تجدد رسالتها وعهدها وولاءها لقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، مؤكدين أننا باقون على العهد والقسم، ماضون في صون أمن الوطن وتقديم التضحيات مهما غلت وتعالت. أيها الإخوة، إن منهجيتنا للعمل للمرحلة المقبلة نتطلع من خلالها إلى تهيئة البيئة الأمنية الصالحة لمستقبل آمن ومستقر بعون الله، ترتكز على تقوية أمننا الاجتماعي والمحافظة على تماسك الجبهة الداخلية. وإن بلدنا ولله الحمد ينعم بمقومات الأمن والاستقرار في ظل حكمة قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ووطنية وإخلاص أهل البحرين وحبهم لوطنه. وبهذه المناسبة أيها الإخوة، يطيب لي أن أعرب عن خالص فخري وتقديري لجهودكم المشكورة على الدوام، مؤكداً اعتزازي بما لمسته فيكم من معاني الرجولة والفداء وما تقدمونه من أعمال مخلصة، وهو ما يؤكد تصميمنا على حفظ الأمن، وهذه مهمة وطنية ينجزها من تحلوا بالإيمان بالله والولاء لمليكهم والتفاني في سبيل وطنه، داعين الله العلي القدير أن يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته وأن يجمعهم
مع الصديقين في جنات النعيم، وأن يجزي ذويهم أجر الصابرين. حفظ الله البحرين وأدام عليها نعمة الأمن، وهيأ لها أسباب النهوض والتطور في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعيش حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. يعيش حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. يعيش حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. هذا وقد أظهر طابور العرض كفاءة وانضباط العناصر المشاركة وقدرا عاليا من دقة الأداء المتميز وما يتمتعون به من جاهزية وكفاءة ميدانية واستعداد لأداء الواجبات. هذا و